قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. فما درجة هذا الحديث؟ فإذا كان صحيحا كيف يخرج المسلم من هذه التبعة في مثل زماننا هذا؟ أفتونا جعلكم الله ممن يهدون بالحق وبه يعدلون. الحديث صحيح الحمد لله، ومعناه واضح، أنه يجب على المسلم إذا حصل الجهاد في سبيل الله وعنده مقدرة واستنفر له، يعني أمره الإمام بالخروج، أو حوصرت بلاد المسلمين من عدوهم، أو المسلم حضر الجهاد وهو يقدر على حمل السلاح، فإنه في هذه الصور يجب عليه وجوبا عينيا أن يحمل السلاح وأن يجاهد إذا حوصرت بلاد المسلمين، إذا حضر الجهاد، إذا استنفره الإمام. في هذه الأحوال الثلاث يجب على كل مسلم يستطيع الجهاد وحمل السلاح أن يجاهد في سبيل الله. أما ما عدا هذه الصور الثلاث فإن الجهاد فرض عين، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. فرض كفاية. فرض كفاية، نعم، فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ويبقى في حق الباقين سنة، وهو من أفضل الأعمال. الجهاد من أفضل الأعمال، من أفضل أنواع التطوع في هذه الحالة. وقوله ونية، يعني أن الإنسان إذا لم يحصل جهاد في وقته فإنه يكون عنده نية أنه لو حصل جهاد في سبيل الله فإنه سيجاهد في سبيل الله، يكون عنده نية للجهاد. إذا حصل وحصل أن المسلمين يجاهدون الكفار فإنه يكون عنده نية أنه سيشارك في هذا، ويحب الجهاد، ويحدث به نفسه، ويرغب فيه من أجل إرضاء الله سبحانه وتعالى، ومن أجل ما فيه من الثواب، فيثاب على نيته. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. جهاد لمن تمكن من الجهاد، ونية لمن لم يتمكن من الجهاد، لأن ينويه في المستقبل إذا تمكن منه.